دائما اللاذقية هي الوجهة السياحية الأولى للسوريين، وبتتنوع المناطق السياحية اللي موجودة فيها سواء بين بحر أو جبل. كتير مهم اليوم نضوي فاتن على هذه المناطق السياحية، وخاصة هلأ نحن فترة السياحة بالصيف. تماما مثل ما قلتي مها، يعني تنوع المناطق السياحية باللاذقية هي أول وجهة يمكن بتكون لكل السوريين، وحتى خارج سوريا يمكن بدأت الحركة السياحية نوعا ما تتنشط مثل قبل. تماما، وهلا بهي بظل هيدا الشوب والرطوبة العالية كثير من الأشخاص بيتوجهوا للجبال وللبحر أكيد، وبيتمتعوا أكثر بهيدي المناظر السياحية والطبيعية الجميلة جدا بمنطقتنا. لحتى نحكي أكثر تفاصيل عن هيدا الموضوع معنا بالاستوديو الأستاذ فادي نظام، مدير السياحة باللاذقية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فادي. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك، وأهلا وسهلا فيكم. يعني بداية عم نحكي عن جو اللاذقية وقديه فيها هيدا التنوع من بحر وجبل، ويعني ممكن في خيارات كثيرة ليكون الشخص مرتاح بهيدا المكان في حال كانت وجهته السياحية لهم. أهم الأماكن أكيد احنا بنعرف اللاذقية، وهي المدينة السياحية بتطلع على البحر الأبيض المتوسط. احنا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة عم يصير توجه نحو البحر للسباحة ونحو الجبل، خاصة منطقة الصنفي. محاور سياحية كتير كبيرة بمحافظة اللاذقية، فينا نحن نباشر من خلال دخول للمدينة من مدينة جبلة وريفة، ريف جبلة الغني المرتفع عن سطح البحر، بعض القرى أكثر من 1000 و1200 متر، قرى بشيلة، قرى دالية، محور بيت ياشوط، محور كتير مهم. نجي على منطقة القرداحة وريف القرداحة، في عنا منطقة جبل الأربعين وقلعة المهالبة، منطقة كتير مرتفعة عن سطح البحر، وحاليا عم يكون في توجه نحو الريف بشكل أكبر من المدينة. نجي أيضا على محور صنفي. صنفي صار تقريبا كل العالم تعرف مدينة صنفي وارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، محمية الشوح والأرز، مناطق السياحية باب جنة، الأعداد التراثية، السياحة البيئية، ايضا كانت المهرجانات والفعاليات تصير بمدينه الصنفي. ايضا الطقس حاليا احنا يمكن الحراره باللاذقية يمكن يكون 32، والصنفي بحدود 25 ل 27. دائما في تميز بالصنفي، هي منطقه جبليه عم يتم توجه من السياح خاصه من دول الخليج. ايضا احنا بنجي على محور مشقيتا والبحيرات السبع والقرى المطله على هاي البحيره، اكثر من 7 قرى، مناطق رائعه بامتياز. ايضا وجود سد 16 والنهر الكبير الشمالي، عم يكون في بعض الانشطه الرياضيه مثل الزيبلاين والسكاي باك ضمن محور مشقيتا، منطقه هامه جدا بتميز بوجود السد، الاشجار، مناظر طبيعيه، هواء عليل، ايضا للمطبخ والاكل التراث الساحلي المتميز فيه. ايضا لدينا محور سد بلوران ووادي قنديل، كمان الوادي قنديل بيجمع البحر والجبل، كمان منطقة كتير هامة عم يكون ارتياد كتير كبير عليها، خاصة معظم شاطئ وادي قنديل عم يكون مخصص للسياحة الشعبية أو مخفضة التكاليف. أيضا عندنا محور أم الطيور ورأس البسيط، محور كتير مهم. نجي إلى كسب وعلى الحدود السورية التركية ارتفاع، على شاطئ الأرمن، على قرية السمرة، قرية مسع كان بمسلسل ضيعة ضيعة لعرف عن تاريخ قرية كسب وضيعة السمرة وتاريخنا وتراثنا بالمدينة الساحلية. أيضا محور الكورنيش الجنوبي والكورنيش الغربي ضمن مدينة اللاذقية، محور الشاطئ الأزرق، محور رأس الشمرة، محور برج إسلام، حقيقة كل مناطق وكل منطقة في مدينة اللاذقية هي إلى الطبيعة والبيئة الخاصة فيها، وبتميز دائما بجماليتها، وجود الطقس المعتدل، وخاصة حاليا ضمن فترة الصيف نتوجه نحو الجبال وأريافنا. تمام. يعني أستاذ فادي عم نشوف الموسم السياحي بدأ بمحافظة اللاذقية، يعني عم يكون في ازدحام كتير كبير سواء بالبحر أو بالجبل. كمديرية سياحة كيف عم بتكون التجهيزات لاستقبال الزوار، وخاصة نحن عم نشوف يعني عدا عن السياحة الداخلية اللي عم بتكون عنا، عم يكون أيضا في زوار من خارج سوريا لهذه المناطق السياحية؟ أكيد. هلا نحن دائما ضمن مديرية السياحة بنتعاون مع الجهات المحلية ضمن المحافظة، لكل واحد له دور معني فيه، فرضا مع مجلس المدينة بكل الوحدات الإدارية، صنفي، كسب، جبلة، مدينة اللاذقية، إمكانية تأمين النظافة بالطرقات، تقليم الأشجار، فرضا زيادة عدد محطات الوقود. حاليا طلبنا في لجنة المحروقات لزيادة
عدد طلبات محطات الوقود للأوكتان لطلب إضافي إلى مدينة اللاذقية. أيضا نحن عم نحاول بمحاور سياحية إمكانية زيادة عدد ساعات تغذية الكهربائية. أيضا تأمين النظافة بشكل دائم. عم نحاول نقوم بعديد من الفعاليات والأنشطة مع الوحدات الإدارية وضمن المحاور السياحية. هلا بنحكي عن بعض الأنشطة والفعاليات رح تكون فيها مديرية السياحة خلال فترة الموسم السياحي. أيضا عم نركز على مع شركة العامل للنقل الداخلي لإمكانية زيادة عدد باصات النقل الداخلي على المحاور السياحية خاصة محور الشاطئ الأزرق. عم يكون في تعاون مع الجهات والمجتمع المحلي لتأمين كل الاشتراطات. نحن لدينا عديد من القوانين والأنظمة المطبقة ضمن المنشآت السياحية المرخصة سياحيا من سوية النجمة حتى 5 نجوم. العديد من الاشتراطات فرضا على شاطئ البحر لازم يكون في عنا منقذين، في إشارات تحذيرية في حال ارتفاع الموج، في حال في أي هاي دائما المنقذ موجود، تأمين النظافة، تأمين كافة الاحتياجات، مراقبة جودة الخدمات من خلال الضابطة العدلية. هو عمل متكامل حقيقة ضمن مديرية السياحة وغرفة السياحة والجهات المحلية ضمن المحافظة. تماما، يعني مثل ما ذكرنا هو في كمان مراعاة لموضوع السياحة الشعبية وهيدا القصص، وعم تشتغلوا على كتير مشروعات بهيدا النطاق. فخلينا نحكي شوي عن هيدا الموضوع والاستراحات اللي ممكن تكون بالمناطق الجبلية ممكن يقصدوها الناس من خلال مشوارهم. نعم. فقدام مهم هيدا النقاط الأساسية اللي انتم عم تركزوا عليها، وشفنا مشاريع كتيرة بالآونة الأخيرة. صحيح، لحنا في ظل دعم الحكومة قطاع السياحة مخفض التكاليف أو السياحة الشعبية، نحن العام الماضي تم افتتاح مشروعين في شاطئ حميمين في مدينة جبلة وأكواخ خشبية وخدمات مخصصة للأطفال وللسباحة بشاطئ مفتوح ضمن مدينة جبلة. أيضا في لابلاش في وادي قنديل تم إشادة فندق من سوية النجمتين إضافي إلى تجديد الأكواخ الخشبية. هذا العام من خلال الطلب المتزايد كان على السياحة الشعبية وخاصة في وادي قنديل في لابلاج، تم توسع على مجمع لابلاج في وادي قنديل من خلال بناء 20 جناح فندقي ضمن منتجع لابلاج. 20 جناح إن شاء الله خلال 10 أيام القادمة رح يدخلوا بالخدمة خلال فترة قصيرة. أكيد بيساهم من زيادة عدد الأسرة، كان عندنا تقريبا بحدود 150 سرير، حاليا بحدود صار 250 سرير ضمن منتجع لابلاج. أيضا في شاطئ حميمين صار في توسعة أيضا على المنتجع، صار عندنا تقريبا بحدود 120 إلى 130 سرير. كل هاي منشآت السياحة الشعبية عم تكون أسعار من قبل وزارة السياحة من خلال زراع الفني للوزارة الشركة السورية للنقل والسياحة. عندها العديد من المنشآت السياحة الشعبية ضمن منتجع ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، من ضمنها مدينة اللاذقية نحن عندنا لابلاج مسبح الشعب. أسعار عم تكون ضمن أسعار مخفضة التكاليف. أكيد إحنا قد ما كانت الأسعار إحنا بالظروف الحالية نحس في فرق دائما كبير، ولكن هاي السياحة عم تندعم من قبل وزارة السياحة من قبل مجلس الوزراء لتأمين السياحة مخفضة التكاليف وافتتاح العديد من مشاريع السياحة الشعبية. إن شاء الله إحنا بالتعاون مع مجلس مدينة اللاذقية تم اختيار موقع هام جدا في مسبح أوغاريت لتخصيصه للسياحة الشعبية. العام القادم إن شاء الله بيدخل في الخدمة، سوف يتم إشادة فندق من سوية النجمتين على محور شاطئ الأزرق قبل دوار الشاطئ مقابل المسبح جول جمال، له ذاكرة كثير كبير لدى السوريين. أيضا كان في العديد من المواقع مو متركز على البحر، اتجهنا نحو صنفي، كان في موقع مخصص للسياحة البيئية في قرية صنفي. السنة الماضية مشكورين مديرية الزراعة وزارة الزراعة على محور قلعة صلاح الدين طريق الحف الصنفي، تم افتتاح متنزه بيئي هو مثل استراحة طرقية باتجاه الصنفي. أيضا في موقع مخصص للسياحة البيئية في قرية الهريادي ضمن الصنفي، منطقة رائعة جدا مطلع على محمية الشوح والأرز، وهو يتغنى بمطبخنا وتراثنا المادي واللامادي، وبيحاكي أكل المنطقة أهل الصنفي وخاصة التنور الموجود بباب جنة، مأكولاتنا وتراثنا، المطبخ الساحلي من كل أنواعه. أيضا كان في عنا بمحور مشقيتة عديد من على البحيرة مشقيتة الأنشطة، مثل ما قلنا التخييم، في عنا مشروع لسكاي باك ضمن مشقيتة هو مشروع مخصص للسياحة الشعبية. كان في عنا تلفريك في كسب
ايضا كسروا جماليتها وهي منطقه دخول لسوريا عبر البوابه التركيه. ايضا على محور وادي قنديل معظم الشاطئ تقريبا هو مخصص للسياحه الشعبيه. ضمن احنا منشاه لابلاش كان العام خلال عيد الاضحى كان دخول الى الشاطئ السباحه ب 2000 ليره، حاليا دخول للشاطئ 3000 ليره سوريه. بالنسبه للاطفال تحت 12 عام هي مجانا. ايضا بامكانيه تقديم الشماسي والادواج والعاب للاطفال موجوده يعني ضمن منتجع لابلاش، موجوده ضمن منتجع يعني لابلاش. فينا نقول كل حدا عم يقدر يوصل لهيدا المكان. نعم، هو مخدم بكل الاشياء الترفيهي البحر. صحيح تماما، وخدمات للاشخاص الموجودين هناك. اليوم عم نلاحظ كثير من الفرق الشبابيه يعني الجمعيات البيئيه كمان عم يطلعوا استكشاف لبعض المناطق. هلا هون لما عم يروحوا على مكان هو بيقولوا انه نحن اول مره عم نجي نستكشف. صحيح. هذا المكان هون مديريه السياحه كيف عم بيكون دور باستكشاف هيك مناطق؟ عم بيكون في يعني تشبيك مع هيدي الجمعيات وهيدي الفرق لحتى تعرفوا اكثر مناطق سياحيه وتستكشفوها ضمن المكان؟ صحيح. هلا احنا عندنا ضمن مديريه التخطيط والتطوير السياحي عم نرسم مسارات سياحيه. دائما احنا خلال فتره قبل الموسم السياحي تم دراسه العديد من المسارات السياحيه. هذا العام احنا بتعاون مع الامانه السوريه للتنميه بمنطقه الفاخوره وريف القرداحه تم دراسه مسار سياحي من خلال الاطلاع على مواقع جذب سياحي. نحن كنا نعمل مسار سياحي بنحاول نعمل له البنى التحتية والخدمات من خلال التعاون مع الجهات المحلية. رسمنا مسار، حددنا وين نقاط الجذب، نقاط القوة. دائما لازم يكون في عنا مثل استراحات طرقية، منشآت اطعام، منشآت اقامة ايضا لمواقع الجذب. فرضا في منطقة الفاخورة في عنا خليج يرتي، هو منطقة تم استكشافه من قبل فرق شبابية. نحن تعاوننا مع بعض الجمعيات الشبابية، في عنا فريق روح سوريا هو مكتب مرخص ضمن مديرية السياحة عم يقوم بالعديد من الأنشطة والشبابية، ومن خلال المسير والاستكشاف دائما نحن نتعاون مع الشباب في استكشاف مواقع جديدة لرسم مسار سياحي جديد حتى يصير في تنمية سياحية بهذا المسار. توجهنا باتجاه جبل الأربعين وكان قلعة المهال بمسار كثير مهم. ايضا في منطقه ريف القرداحه في منشاه جديده هي منشاه الستراما، هي مطله على ريف القرداحه، منشاه جميله جدا خاصه في فتره الصيف وبالظروف الحاليه، مطبخ تراثي. كل مقومات الجذب يمكن يجي السائح يمر على قلعه المهال بيطلع جبل الأربعين، هون سياحه بيئيه في تون نعمل تخييم، نزل على خليج يرتي، بعدين بخلص بدعوه غدا من تراث المنطقه. دائما عم ناكد مثل طلعنا على كسب على خليج الأرمن أيضا عديد من فعاليات الشبابية، عملنا تخييم بمنطقة مشقيطة. دائما في أنواع السياحة وتنوعة عم نركز شيء خاص بالشباب، ودائما المسير البيئي، التخييم، أنشطة الزيبلاين، سكاي باك، انزلاق الحر، كل هالأنشطة الحالية عم تلاقي رواج ورغبة عند هاي. دائما عم نحاول كمان مع زملائنا بالاتحاد الرياضي يكون في تنشيط للكرات المائية للكرات الشاطئية، أن يكون في بعض الفعاليات. ان شاء الله احنا خلال هذا شهر اب رح يكون في عنا عديد من المهرجانات والانشطه والفعاليات ضمن مديريه السياحه رح يتم بدء. ودائما الانشطه بتتركز بشهر اب، يعني شهر اب صحيح هو تقريبا خلصت امتحانات الجامعيه وكل هاي، هو موسم سياحي تقريبا كل دول العالم بيكون الهاي سيزون بشهر اب. بيكون في رغبه عند الجميع انه واحد يطلع يمارس انشطه رياضيه يقضي على الصيف. دائما نرجع على المدارس وعلى الجامعات. ان شاء الله احنا في مديريه السياحه في واحد اب بمناسبه كمان عيد الجيش العربي السوري من وجهه لهم تحيه، رح يكون في مناسبه بمدرج جبل الروماني بفرقه جابالا بعنوان من اوغاريت الى العالم، واكيد في فرقه موسيقيه. ايضا رح يكون ان شاء الله في العشر الايام الاخيره من شهر اب مهرجان رميتا السياحي، رح يكون في مدينه الاسد الرياضيه، المدينه صارت فيها دوره العاب البحر المتوسط بتتميز بموقعها وتامين الخدمات والامكانيات. هذا المهرجان رح يكون في انشطه فنيه ثقافيه، ايضا رح يكون في معرض للزهور نعرف على منتجاتنا وازهار ونباتاتنا، ايضا منتجات المرأة الريفيه، المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر، تعاون مع مديريه الثقافه يكون في انشطه ثقافيه، سينما بالهواء الطلق، انشطه رياضيه بتعاون مع الاتحاد الرياضي. بيجوا بقى بشكل متتالي ان شاء الله، وكله ضمن خلال فتره المهرجان خلال 10 ايام. 10 ايام ان شاء الله تعالى. ايضا يوجد لدينا ضمن نحن كل عام في وزاره السياحه
وفي العالم جميعا نحتفل بمناسبة يوم السياحة العالمي بصادف 27 أيلول. أيضا العام الماضي تم افتتاح مهرجان ضفاف السياحي الأول في قرية قسمين وقرية عين البيضاء من خلال معرض للمهن التراثية والحرف اليدوية والتقليدية. هذا العام سوف نستمر في مهرجان ضفاف السياحي الثاني في قرية مشقيطة. رح يكون أيضا في التعاون والتشويق مع زملائنا بمديرية الثقافة والمجتمع المحلي والنقابات في مهرجان عرام وفي صنفي. أيضا في بعض الحفلات الغنائية في وادي قنديل على البحر. أيضا في كسب في مناسبة عيد يوم عيد السيد يكون في فعالية. فعاليات مستمرة ونحن دائما نركز نشاطاتنا ومهرجانات خلال شهر آب. يعني شهر آب خلينا نقول حافل رح يكون بالأنشطة وكل الأشخاص اللي رح يتواجدوا بهذه المناطق السياحية. يعني هي دعوة لإلهم أكيد دعوة لزوروا شهر آب لكل مناطق سياحية خاصة ريف الساحل الجميل أيضا إلى البحر وحضور النشاطات والمهرجانات التي ستقام في مدينة اللاذقية. نعم كيد يعطيكم العافية على هذه الجهود اللي عم تقوموا فيها الأحياء السياحة باللاذقية وجعل مقصد لجميع الزوار إن كان من الداخل أو من الخارج السوري. شكرا لوجودك معنا الأستاذ فادي نظام حضرتك مدير السياحة بمدينة اللاذقية. نور صباحنا. شكرا لكم لكل وسائل الإعلام عم تضوا عن قطاع السياحة وأنتم دائما الصف الأول في الترويج للسياحة في كامل أنحاء الجمهورية العربية السورية. شكرا لك يسعد صباحك مرة ثانية.